مشاركة ورا مشاركة، والأهلي بيمثل أفريقيا في مونديال 2013 اللي حصد فيه المركز السادس بعد هزيمتين ضد جوانزو الصيني ومونتيري المكسيكي اللي كانت الأكبر في تاريخه. بطل أفريقيا المعتاد غاب عن البطولة 7 سنين كاملة، بس لما بيرجع بيكون دايما قد المسؤولية. رجع تاني وشارك في البطولة سنة 2020 بعد ما كسب أفريقيا بنهائي القرن الشهير ضد الزمالك وقضية قفشة الشهيرة جدا. ولأن السيناريو الدرامي ده كان لازم يتقفل لآخره، حسين الشحات لبس عباية البطل وسجل هدف الفوز على الدحيل في مباراة الفريق الأولى في البطولة عشان يتأهل ويلاعب بايرن ميونخ بطل أوروبا في السيمي فاينل التاريخي اللي قدمه لعيبة الأهلي قبل ما يخسروا 2-0. وزي ما شخصية الأهلي قادته في بطولات كتير جدا قبل كده، قادته كمان المرة دي للفوز على بالميراس البرازيلي وحصد برونزية العالم لتاني مرة. والسنة دي كمان الأهلي في المونديال وسط غيابات لعيبة كتير جدا مؤثرة في واحد من أصعب الظروف اللي ممكن تمر بيها أي فريق في العالم، بس ده الأهلي اللي عمره ما عارف يعني إيه مستحيل.